أقام مهرجان همسة للأداب والفنون حفله السنوي لتوزيع الجوائز على الفنانين المكرمين واللي حصلوا على تصويت الجمهور. أحمد زاهر. وعن التكريم قالت الفنانة حنان المطاوع اللي حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل بنت الأبايل وأمل حياتي. مبسوطة أنه عملين شديدي التباين والاختلاف، سواء بنت الأبايل بنت السعدية أو أمل حياتي، وهو ينتمي للعشر حلقات، دور مختلف خالص، بنت بسيطة وشبه الشارع المصري أو عموم الشارع يعني. فمبسوطة أنه وصل للناس، مبسوطة أنه الناس عملت لي فوتينج فيه، ويا رب ابقى دايما عند حسن ظنكم. يوم طلت علينا الكل وجعه سكارة، سقطت في الحليب ما بينت له عكارة. حنان اتكلمت كمان عن فيلم قابل للكسر وقالت لنا: احنا تقريبا لم نتقاضى ولا جنيه عاملينه لمزاجنا الشخصي، ما كنتش اتخيل ابدا اني يعني هترشح لجائزة مهمة قوي زي اللي انا مترشحة لها دي. يا رب اقدر امثل بلدي. من وانا صغيرة ما فارقتيني. اما عن تجربتها في فيلم القاهرة كابل، عمل منتظرة بقالي سنة وخلصت، فاضلي فيه كم مشهد. انا اصلا يعني من رمضان اللي فات وانا مخلصة 60%، يعني كان اكتر ثلاثة صوروا فيه كنت انا واستاذ نبيل حلفاوي واستاذ خالد صاوي وقتها، فشبه خلصته يعني.